الصدر ومن يحمل طالبا خان الله حرفه ولسانه. في هذه اللحظة لنا فقرتان هما زهرتا الحفل إضافة إلى ثلاث زهرات أخرى، فقرة قوية. إن كان لديكم مشاعر فهي قوية، وإن لم يكن لديكم مشاعر فلا قوة فيها. في هذه اللحظة تصعد عجوز أم طارق، شقيق الشهيد أشرف طارق، أيمن الجريح والمسؤول التنفيذي للجنة الإشرافية، يأتي إلى المنصة. وضحيات الشباب الشبابي وبنيات الربان يستطيع ان يصفه. ولن مرتان متتاليتان من شاعر ومعد. تلك الفتاه الطاهره. باسمي ونيابة عن قيادة اللواء 35 مدرع، ممثلة بالعميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء، أن أزف إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد 7 لثورة 11 فبراير المجيدة. ومن هنا ننقل تحايانا إلى فخامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه. احتفال لأم الثورات الشبابية السلمية التي غيرت مجرى الحكم والسيطرة في اليمن إلى واقع مدني، وبذلت تضحيات كثيرة وشباب كثر، وأرست مبادئ العدالة وحققت مكاسب لم يكن يحلم بها الشعب من قبل بسبب الهيمنة السابقة في السلطة والثروة. أحيينا اليوم في مجلس شباب الثورة السلمية بتعز الذكرى 7 لثورة 11 من فبراير في مدينة التربة، مدينة الثورة والنضال. هي ليست مجرد ذكرى، وإنما هو تأكيد وتجديد للعهد بأن الثورة ستظل مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، وبأن أي من محاولات الثورة المضادة لن تنجح، وستصطدم بوعي وجيل فبراير العظيم. هذا عهد علينا في مجلس شباب الثورة، و سيظل شعارنا ننتصر أو ننتصر. أنا سعيد اليوم بالحضور ومشاركة الشباب هذه المناسبة العظيمة، الذكرى 7 لثورة الشباب السلمية التي عمليا كانت بداية للانطلاق نحو بناء المجتمع المدني، وإن مرت البلد منعرجات كثيرة ولكن كانت الانطلاقة، وإن شاء الله تعالى سيأتي اليوم ويتحقق في حلم الشباب ونعيش الدولة المدنية. 10 من فبراير ثورة مجيدة، ثورة كريمة، ثورة نصر بإذن الله، وستظل إن شاء الله مستمرة حتى يتحرر الوطن. والمقاومة الشعبية ما هي إلا امتداد لثورة 11 من فبراير. إلى الثورة أن يواصلوا الثورة والنصر والاجتهاد إن شاء الله، ويثابروا ليحققوا أهداف الثورة فداء لدماء الشهداء. رسالتي إلى شباب ثورة فبراير من هنا من الحجرية من التربة، رسالتي لجميع الشباب أن يصمدوا في الجبهات وأن يواصلوا تحقيق أهداف ثورة 11 فبراير التي بدأت بإسقاط المخلوع، وإن شاء الله تتحقق تلك الأهداف الباقية بإسقاط بقية النظام إن شاء الله، وإقامة الدولة المدنية القانونية إن شاء الله.